ايضا كيف كيف افكتيف كبير برشا في الترجي، مش كان في الفولي، في الفوت ايضا ظهر اليوم الافكتيف نتاع الترجي برشا غيابات فيه. باش نلعب شويه مع المولدين المقابله معنا اللاعب الدولي السابق الترجي سامي العروسي، نسالوه كيف يشوف المقابله. سامي اهلا بيك. اهلا بيك سلام، اهلا من سبعينك يا سفان. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس. الحمد ديما لله. ترجي ديما نقول لك لاباس كيما ترجي. كيما ترجي. به مقابلة بعد شوية ترجي المولدية، سامي كيفاش تشوف الماتش خاصة؟ ترجي بدون ضغوطات كبيرة، ولو أنه ديما المصارعة في المقابلة هذه يحبوا يسلطوا نوع من الضغط على الفرق المنافسة. والله البارح أنا خرجت في الأون تايم سبور البارح في الليل والسؤال هو بيدو، يعني الزمالك يعني مهتمين برشا بالمقابلة دي، يعني فريق الزمالك مصر الكل نقولوا احنا اللي يحبوا الزمالك الكل مهتمين برشا بالمقابله. قلت لهم ترجي يعني المقابله بتكون فيها ثلاث احتمالات، يعني الاحتمال الاول انه تخرج تعادل، والاحتمال الثاني انتصار الترجي، والاحتمال الثالث مرفوض يعني بالنسبه للترجي والخساره خاطر باش تخسر بريمير بلاس. يعني حتى في زوز احتمالات يعني التعادل والا انتصار يعني زوز يعني في مصلحه الترجي معناتها. ونتصور قلت لهم زاد الترجي باش يلعب الكره للكره، معناتها الترجي اسم كبير، فريق كبير، فريق عنده التاريخ نتاعو، فريق يعني انا لعبت في الترجي وجدنا مقابلات هكا في البطوله، يعني نكونوا ديما كنا نتر معناتها، ما كنا حتى واحد ما يتجرف الترجي يقول لك سايب تروح ولا تخاذل ولا خاطر تقعد في التاريخ نتاعو تقعد في اسمه وما تساعدوش يعني، واي كلمه تخرج يعني تنجم تضر اي واحد يعني مدرب ولا لاعبين ولا مسؤول تنجم تضره يعني الكلمه هذه. بالنسبه للترجي مش يلعب كيما قلت الكره للكره، وبالنسبه لي انا كراي شخصي انا نتصور ترشح الزمالك ولا المولدية ما يعني لي حتى شيء، وبيان يمكن حتى كترشح الزمالك خير خاطر بعد باش تمشي هي للبريمير بلاس، الجمعيات الاخرى باش تمشي لسان داونز ولا باش تمشي للوداد ولا باش تمشي للاهلي، يعني باش تكون هي كما نقولوا احنا حاجه لور على هذوما. كما انت تحب زي فريق سهل وما تحبش فريق صعيب، هما زاد يحبوا فريق سهل وما يحبوش فريق صعيب باش يتعدى يتخطى. تفكير منطقي، بدون منطقي. تفكير منطقي اي ولا مش يتخطى، هو يقول لك انا كان تمشي الزمالك سان داوز وتخرج لي سان داوز خير ما تقعد لي سان داوز. الزمالك خارت عليها، الزمالك لعبت لها، الزمالك نعرفها، سان داوز ما نعرفهاش. يعني في التحليل نتاعنا نتصور ترجي توتا غانير انا بيردر معناتها، الا في حاله برك معناتها نقول احنا تخسروا، وما نتصورش كان ترجي تخسر اليوم. وحتى كان يحكيوا على الديزيام كيب هما صار يقول لك مرتحوا برشا. اي تو نحكيوا على التشكيله، سامي بن شريفيه مسكيني، حسين ربيع، بدران، شمام، بن غيث، بن حميده، بن خليفه، بدري، خنيسي، الهوني، برشا تغييرات في التشكيله. لا على البدري والهوني والخنيسي ثلاثه ديو ثلاثه في الهجوم من احسن ما ثم معناتها. كما قلت يعني ديما تختار بين ثلاثه، لما شكون يخير لك الثلاثه ذوما يهبط لك البدري والهوني والخنيسي اللي هم لعبوا كوب دافريك اللي فات. كانت الخطوط بخلاف بدران الباقي الكل احتياطيين نقول. فوالا اسمعني راهو الترجي بالنسبه لي انا ثم خمسه ملاعبيه في البنك، خمسه ملاعبيه في التيران كيف كيف. الافكتيف نتاع الترجي اثنين قوي قوي يعني وقريب لبعض، ومش مع الناس كيما احنا الديفيرنس الكبيره بين البنك وبين ابار ثلاثه ملاعبيه قلت عليهم انا قبل. قلت يغيب بدران ولا يغيب الهوني ولا يغيب بن رمضان، هذوما ثلاثة يأثروا على الفريق. لأنهم ثلاثة ستيل دو جو نتاع الترجي تبني عليهم في خروج الكرة، بدران هو الماتر نتاع الديفونس، بن رمضان الماتر توا في الوسط، هو الدومي البيفو الريليور البيتر، ما تنجمش يعني تلقى حتى واحد في التروا يعمل ثلاثة حاجة هذوما. وعندك الهوني الماتر نتاع الاتاك اللي هو معناتها الدريبلور الفيكسور الباسور وصل حتى البيتر، يعني عندنا الثلاثه هذوما انا قلت نستحفظ عليهم لاخر العام وما نجموش نخسرهم، والباقي الكل في الترجي يتعودوا. انا بالنسبه لي انا ابار زاد انك ما عندكش اريير جوش واريير دروا كبار بون لاجاز والشتي مالين شويه بلاصتهم، ما عندكش اللي ديفيرينسا زاد كبيره في الوسط، عندك كولي بالي زاد تنجم تعمل عليه برشا. انا قلت لك ترجي سنة ميلونج نتاع فريق تنجم تخرج منه الستيل دو جو 4 4 2 تنجم تخرج 4 3 3 تخرج اللي تحب الكات كات يعني تنجم تلعب بيه كيما تحب. قبل 8 دقائق سامي من المقابله شنو توقعاتك الماتش؟ توقعاتي واحد شيء للترجي يعني واحد كاو شويه مش شويه ماهيش بالزاف خاطر الترجي باش تمشي للنتيجه، لكن باش يجي البونتو نتصور باش يجي البونتو باش تحفظ عليه. هذه هي توقعاتي معناتها للماتش اليوم ان شاء الله واحد شيء للترجي. يعطيك الصحه، شكرا لك سامي على كل التفاصيل الفنيه مدينتنا بها.